السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحسن الله إليكم حفظكم الله. هذا سائل يقول: هل الأشاعرة والمرجئة من أهل السنة والجماعة؟ لا، ليسوا من أهل السنة والجماعة. الأشاعرة ما هم على معتقد أهل السنة والجماعة، والمرجئة كذلك ما هم على معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.